ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ النهارده ان شاء الله هنبدا مجموعه جديده من البارازايتس اللي اسمهم نيماتودز، وهنتكلم على الاسكاريس لامبريكويدز اند انتروبيوس فيرميكولرز. مجموعه البارازايتس اللي هنتكلم عليهم النهارده اسمهم نيماتودز، اللي هما تبع فايلم نيماتي هيلمنسز. احنا قسمنا الهيلمنسز قبل كده الى مجموعتين، فلات وورمز اند راوندد وورمز. الفلات وورمز زي التريماتودز اند سيستودز، ودول خلصناهم. والراوندد وورمز اللي هم النيماتودز احنا هنبداهم النهارده ان شاء الله. النيماتودز دول اللي فاتوا، الهيلمنسز الفلات اللي هي زي التريماتود والسيستودز كان لهمش ليومن، كانوا فلات وما لهمش اليومن، لكن النيماتودز زي القلم كده ولهم اليومن راوندد في الكروس سيكشن، ولهم اليومن وهم سيمتريكال ومش سيجمنتد زي السيستودز. دول لا، ان سيجمنتد. السايز بتاعهم فاريبل زي الصوره اللي موجوده قدامكم كده. السايز بتاعهم ممكن يبقى صغيرين ملي واحد، وممكن تبقى كبيره ممكن توصل ل 1 متر. بتبدا النيماتودز دي لما نيجي نعمل لها ديسكريبشن، نبدا باول حاجه هي الدايجستيف سيستم. الدايجستيف سيستم ده تيوب، سمبل تيوب، بتبدا بالماوس وبعدين البكال كافيتي اسوفيجس انتستين وبتنتهي بالانس. الماوس ده ممكن يكون له ليبس زي الصوره الاولانيه، زي مثلا في الاسكاريس ادي في قدامنا 3 ليبس. ممكن يكون لها تيث زي الاسنان او كاتنج بليتس زي الثانيه، الصوره الثانيه والصوره الثالثه، وده هنشوفهم فيه، هنقولهم بعد كده في الانكلوستوما اند نيكيتور. بعد الماوس والبكة الكبسول في حاجة اسمها الاسوفيجس. الاسوفيجس ده بيفيدنا شكله مختلف في بعض انواع النيماتودز في واحدة عن واحدة، وبيفيدنا في الايدنتيفيكيشن اوف ذا سبيشيز. اول شكل من اشكال الاسوفيجس هي الكلاب شيبد اسوفيجس، زي ما احنا شايفينه في الصورة اللي فوق، كلاب شيبد زي مضرب التنس، وده بنشوفه في اسكاريس لامبريكويدز، في الهوك ويرمز، وفي الترايكوسترونجلس. النوع الثاني حاجه اسمها دبل بالبد اسوفيجس زي الصوره اللي تحت. الدبل بالبد اسوفيجس ده الاسوفيجس بيبقى زي جزئين، الجزء الاولاني منه كلاب شيبد اسوفيجس وسيبريتد بنارو ريجن في النص، جانكشن نارو جانكشن، والبوستيرور بارت بيبقى سفيريكال، وده موجود في واحده بس من النيماتودز اللي هي الانتروبيوس فيرميكولاريس. فالدبل بالبد اسوفيجس ده كاركترستيك اوف انتروبيوس فيرميكولارز. النوع الثالث هو السلندريكال او الفلاري فورم اسوفيجس، وده مستطيل هو بس كله الشيب بتاعه ان هو بيكون مستطيل سلندريكال ورفيع جدا زي الشعرايه، عشان كده بنسميه فلاري فورم، وده ممكن نشوفه في الفلاريا او في دراكانكلوس. النوع الرابع هو الرابديتي فورم اسوفيجس، رابديتي فورم اسوفيجس، وده بيبقى له anterior cylindrical part and posterior piriform part، وفي النص constriction، وده كاركترستيك للسترونجلويد ستيركوراليس ونوع من اللارفات اسمهم رابديتي فورم لارفي. اخر نوع هو سيلولار اسوفيجس. السيلولار اسوفيجس ده one row الاسوفيجس lined by one row of cells، وده في ترايكينيلا سبايراليس اند ترايكور ستريكور. سيلولار اسوفيجس في الاثنين بارازايتس بيبدأ بحرف T، ترايكينيلا سبايراليس اند ترايكور ستريكور. بعد الاسوفيجس في الانتستين، والانتستين دي بتنتهي بالopening of the anus زي اللي احنا شايفينها في الصورة كده. خلصنا الدايجستيف سيستم، اول حاجة فيه بيبدأ بالماوس والبكة الكافيتي، وبعدين الاسوفيجس، وقلنا الاشكال بتاعه الاسوفيجس اللي ممكن نشوفها في الديفرنت نيماتودز، وبعدين الانتستين والانتستين اندنج باي ذا انس. بعد الدايجستيف سيستم هنتكلم كلمتين على الريبرودكتيف سيستم. الريبرودكتيف سيستم في النيماتودز عندنا سيبريت سكس، يعني الميل لوحده والفيميل لوحدها، ودايما الميل اصغر من الفيميل، والبوستيرور اند في الميل كيربد. السيستم نفسه، الريبرودكتيف سيستم نفسه بيبقى زي ما احنا اتكلمنا قبل كده، مثلا في الميل بيبدا بالتيوبيول دي بتبدا بتديفرنشيتد انتو تيستيس فاز ديفرنس سيمينال فيزيكلز ايجيكولاتوري داكت، وبعدين بتفتح بالكلوكا ايزر سيبريت اوبننج او مع الانس. وفي الفيميل
بيبقى الاوفري والاوفيدكت والسيمينال فيزيكل والسيمينال ريسبتاكل اند يوترس اند فاجينا. تمام. وفي بعض المينز بنلاقي في additional structures زي copulatory structures زي spicules او bursa او الاثنين. لو هنقسم النيماتودز according للهابيتات هيبقى عندنا نوعين من النيماتودز. النوع الاولاني اسمه intestinal nematodes والنوع الثاني اسمه tissue nematodes. الانتستاينال نيماتودز دول هيعيشوا في السمول انتستن او في اللارج انتستن. اللي في السمول انتستن زي الاسكارس لامبريكويدز، هوك وورمز، سترونجلويد ستيركوراليس، ترايكو سترونجلاس، كابيلاريا فيليبينسيس وترايكينيلا سبايرالس. اللي هيعيشوا في اللارج انتستن زي الانتروبيوس فيرميكولاريس وترايكورستيكو. التيشو نيماتودز يا اما الادلت هي اللي تبقى موجوده في التيشوز او اللارفا هي اللي تبقى موجوده في التيشوز. لو الادلت موجوده في التيشو الاكزامبل ليهم زي الفيلاريا، لو اللارفا هي اللي موجوده في التيشو الاكزامبل ليهم الترايكينيلا سبايراليس واللارفا مايجرانس كيوتينيوس اند فيسرال لارفا مايجرانس. هنبدا بقى باول واحده من النيماتودز وهي الاسكاريس لامبريكويدز. الاسكاريس لامبريكويدز الجيوغرافيكال ديستريبيوشن بتاعها كوزموبوليتان، يعني موجوده في كل انحاء العالم، وهي بتبقى نفس الكرايتيريا اللي قلناها في الجنرال كاركترستكس هي نفسها هنطبقها على النيماتود على الاسكاريس، بس هنختار الحاجات اللي تخصها. يعني هي راوندد كريمي وايت، لها ماوس ولها 3 ليبس زي ما شفنا، لها اسوفيجس وشكل الاسوفيجس كلاب شيبد اسوفيجس، سيبريت سكس الميل لوحده والفيميل لوحدها، الفيميل اطول 25 ممكن توصل ل 25 سنتي، والبوستيرير اند بتاعتها ستريت ولها دبل سيت اوف جينيتاليا، الفالفا لها اوبننج والاوبننج دي عند الجانكشن اوف ذا انتيريو ثيرد اند ميدل ثيرد اوف ذا بادي، الميل بيبقى اقصر 20 سنتي، البوستيرير اند بتاعته كيرفد فنترالي وله 1 سيت اوف جينيتاليا وبروفايدد ويز 2 سبيكيولز. ده الصورة بتاعتهم زي ما احنا شايفين اهي، اللي عليها الارو دي هي الفيميل لانها اطول من الميل، والتاني الميل شايفين البوستير اند بتاعته تحت اهي كيرفد، والصورة اللي فوق دي شوينج الماوس وهو بروفايدد ويز 3 ليبس. بعد ما اتكلمنا عن المورفولوجي بتاع الادلت هنتكلم عن المورفولوجي اوف ذا اكس. في ثلاث اشكال من الاكس ممكن نشوفها في الستول واحنا بنعمل ستول اكزامينشن. اول نوع منها هو الفيرتلايزد ايج اللي هي الصوره اللي فوق دي. الفيرتلايزد ايج دي السايز بتاعها بتبقى من 60 في 45 اوفال و60 في 45 مايكرون، لها اتنين كفرنج. الاوتر لاير بتاعتها بتبقى ماميليتد، ماميليتد يعني متعرجه شويه كده، لونها يلوش براون وجواها اماتيور اوفال. تمام. دي الفيرتلايزد ايج. تاني نوع ممكن نشوفه هو الانفيرتلايزد ايج، دي بتبقى اكبر في الحجم 90 في 45 مايكرون. الماميليتد لاير دي شوينج ليس ماميليشن، لها ثين ايج شيل والكونتنت اللي جواها لسه طبعا انفيرتلايز، فالكونتنت اللي جواها ريفراكتايل جرانيولز. الفيرتلايزد ايج والانفيرتلايزد ايج زي ما انا قلت عليهم ماميليتد لاير من بره، ممكن الاثنين دول نفسهم اشوفهم بس بيكونوا لوزنج ما فيهوش الماميليتد لاير من بره دي، ودي بنسميها دي كورتيكيتد ايج. الماميليتد لاير بتبقى لوست سواء في الفيرتلايزد او الانفيرتلايزد، ودي اسمها دي كورتيكيتد ايج. نتكلم على اللايف سايكل. وزي ما انتم عارفين احنا اللايف سايكل اي في خمسة بوينتس كده لازم نكون عارفينهم عن اي لايف سايكل لاي بارازايت. اول حاجه الهوست، الهابيتات، المود اوف انفكشن، الدياجنوستيك ستيج والانفكتيف ستيج. اول حاجه الهوست في الاسكاريس لامبريكويدز هو الانسان، والادلت عايشه في السمول انتستين زي ما قلنا عايشه فري ماسكه بس بالثري ليبس اللي موجودين دول، اذروايز هي ماشيه فري في اليومن اوف ذا انتستين. المود اوف انفكشن ان احنا هناكل اكل ووتر او فيجيتابلز او اي اكل كونتامينيتد ويز ذا انفكتيف ايج، contaminated with the infective egg. طيب مين الدياجنوستيك ستيج؟ يا اما نشوف الادلت اللي احنا قلنا عليها، يا اما نشوف الاجز، والاجز اي واحده من الثلاثه تايبس اللي احنا قلناهم. الانفكتيف ستيج برضو ايج، بس الايج اللي فيها السكند ستيج لارفا، يبقى الانفكتيف ستيج ايج كونتيننج سكند ستيج لارفا.
اللايف سايكل اوف اسكاريس لامبريكويدز هنبداها بالادلت ميل اند فيميل اسكاريس في الهابيتات بتاعهم اللي هو السمول انتستين. بيحصل ان الفيميلز تبدا تحط الايجز بتاعتها في الانتستين والايجز دي تنزل في الاستول. الايجز دي احنا قلنا في عندنا كام نوع؟ 3، يا اما فيرتلايزد يا ان فيرتلايزد يا دي كورتيكيتد. الان فيرتلايزد ايج دي ايجز اللي كونتنت اللي جواها ريفراكتايل جرانيولز، مفيش اوفا متكونت، فدي ما بتكملش السايكل خلاص، دي بيحصل لها ديسنتجريشن في الانفايرمنت وما بتكملش معانا اللايف سايكل. مين اللي هتكمل اللايف سايكل؟ هي الفيرتلايزد ايج اللي جواها ماتيور اوفا. الماتيور اوفا اللي جواها تبدا تنقسم في الانفايرمنت طبعا under suitable conditions، من temperature suitable مثلا 25 ديجري، humidity مناسبة، oxygen. تبدأ تنقسم الأوفم اللي جوه دي، والواحدة تدينا 2، لحد بتفضل تنقسم لحد ما تتكون لارفا. وبعدين اللارفا اللي اتكونت أول واحدة دي اللي هي الفيرست ستيج لارفا، بيحصل لها حاجة اسمها مولتنج. حاجة اسمها مولتنج يعني بتنسلخ، بتكبر في الحجم وبتغير الكيوتيكل بتاعها، وبيكون جوه الايج سكند ستيج لارفا. يبقى الايج اللي نازله في الاستول اللي حطتها الفيميل ادلت فيميل اسكاريس لامبريكويدز نوعين، يا فيرتلايزد يا ان فيرتلايزد. الان فيرتلايزد ايج ما بتكملش السايكل خلاص، بيحصل لها ديسنتجريشن، بتتحلل وتموت في التربه. والايج اللي هتكمل معانا السايكل هي الفيرتلايزد ايج. الفيرتلايزد ايج جواها ماتيور اوفا، تبدا الخليه دي واحده دي تنقسم لحد ما تكون لنا لارفا. اللارفا الاولانيه دي فيرست ستيج لارفا، اول لارفا بتعمل اول مولت يعني انسلاخ، تكبر في الحجم وتغير الكيوتيكل وتكون لنا سكند ستيج لارفا. دلوقتي بقى عندي ايج جواها سكند ستيج لارفا، هي دي الانفكتيف ستيج. الايج كونتيننج سكند ستيج لارفا هي الانفكتيف ستيج، مش الايج الاولانيه اللي فيها الفيرست ستيج لارفا. يبقى لما نيجي نقول مين الانفكتيف ستيج، لازم نقول ايج كونتيننج سكند ستيج لارفا. طيب دلوقتي جه الانسان كل اكل او شرب ميه كونتامينيتد ويز ايج كونتيننج سكند ستيج لارفا اوف اسكاريس لامبريكويدز، بلع الايج اللي موجوده دي، هيحصل لها هاتشنج، وبعدين اللارفا اللي جواها تخرج في الانتستين، وبعدين تعمل بنتريشن للانتستينال ميكوزا، وتبدا تعمل مايجريشن، تعمل بنتريشن للانتستينال ميكوزا والانتستين، وتوصل للسيركيوليشن، تدخل على البلاد فيسلز وتوصل للسيركيوليشن. وصلت للدم، الدم هيشيلها هيوديها اللنج، تمام؟ في تفضل موجوده في اللنج، عايشه في اللنج، في الالفيولاي بتاعه، في البرونكاي والبرونكيولز والالفيولاي بتاعه اللنج، وتعمل 2 مولتنج. يبقى المولت الاولاني حصل جوه الايج في السويل، المولت الثاني والثالث هيحصلوا في اللنج، تمام؟ وبعدين بعد ما خلاص المولت كبرت في الحجم، هتخرج من البرونكاي ومايجريتنج بقى من البرونكاي، تطلع تراكيا وتوصل للابيجلوتس، تتبلع وتنزل من الاسوفيجاس على السمول انتستين، وفي السمول انتستين تعمل الفورث اند لاست مولت، وتتحول الى ادلت اسكاريس لامبريكويدز، تمام؟ يبقى علشان الادلت اسكاريس لامبريكويدز تتكون، اللارفا اللي موجودة دي محتاجة تعمل 4 مولتس. المولت الاولاني حصل في الايج في السويل، اللي التاني والتالت حصلوا في الالفيولاي في اللنج، المولت الرابع حصل في الانتست، وبعدين اتحولت لأدلت اسكاريس لامبريكويز. يفضلوا عايشين بقى في السمول انتستين، ويحصل فيرتلايزيشن، والاجز والفيميل تنزل الاجز، والاجز تنزل في الستويل في السويل، والسايكل تتعاد تاني، تمام؟ لما نيجي نتكلم بقى على الكلينيكال مانيفيستيشن، هنلاقي قدامنا ان الادلت او يعني من ساعه ما حصل الانفكشن حصل عندنا 2 ستيجز. اول ستيج فيهم هي المايجريشن ستيج، لما اللارفا عملت بنتريشن للميكوزا وللسمول انتستين وراحت على السيركيوليشن لللنج، ودلوقتي هي اللارفا دي موجوده وعماله بقى تعمل الاثنين مولتنج، فبتطلع برودكتس سيكريتوري برودكتس، ودي بتعمل سنسيتايزيشن للهوست، والهوست بيبدا يعمل الرجيك مانيفيستيشن زي فيفر، وريسبيراتوري مانيفيستيشن زي كف
ودسنيا، دسنيا يعني صعوبة في التنفس، كف ودسنيا. ممكن تعمل انفلاميشن في اللنج، تعمل هيموراجيك نيومونايتس، وده اللي احنا بنسميه فيرمينس نيومونيا او لوفلر سيندروم. فيرمينس نيومونيا يعني نيومونيا بسبب الدودة دي، الفيرم دي، فيرمينس نيومونيا او اللوفلر سيندروم. ومع التيشو انفيجن اللي هي بتعمله ده كله بيبقى فيه ايزينوفيليا. تاني ستيج هي الانتستينال ستيج، بعد ما بقى خلاص حصل كل المولتنج وصلت الادلت في الانتستين. لو مايلد انفكشن هيكون اسيمتوماتيك، وده نعرفه بس كده باي روتين ستول اكزامينيشن، نلاقي الاجز اللي موجوده. او البيشنت ممكن يشتكي من ابدومينال بين، كوليك، دايريا او كونستيبيشن. الادلت اللي موجوده دي عماله تاكل الدايجستد فود اللي موجود، فبتعمل نيوتريشنال ديفيشنسز بريزنتد باي لوس اوف ويت، جروث ريتارديشن، كوجنيتيف امبيرمنت، وخصوصا في الاطفال. الادلت زي ما احنا عارفين دي حجمها كبير، احنا قلنا الفيميل 25 سنتي والميل بتاعها 20 سنتي، فالحجم بتاعهم كبير. الحجم الكبير بتاعهم ده ممكن يعمل انتستاينال اوبستراكشن، حجمهم كبير ويزنقوا الانتستين يعملوا انتستاينال اوبستراكشن، او يعمل اوبستراكشن الامبولا اوف فيثر وتعمل هيموراجيك بانكرياتايتس، او تعمل اوبستراكشن للبايل داكت وتعمل سوري اوبستراكتيف جوندس، او تعمل اوبستراكشن للابندكس وتعمل ابندسايتس. ده الاوبستراكشن بسبب الادلت ويرم. او ممكن تعمل مايجريشن، هي نفسها تعمل مايجريشن وتعمل بنتريشن للوول اوف ذا انتستين وتخرج على البريتونيوم وتعمل بريتونايتس. دي صوره هي ادي كحكيس انتستينال اوبستراكشن، ولما فتحوا الانتستين شايفين طلعوا كميه ورمز قد ايه، دول كلهم اللي كانوا عاملين انتستينال اوبستراكشن. ممكن الادلت واسكاريس لامبريكويز تعمل مايجريشن، والمايجريشن ده يوصل مثلا من الانتستين للاستومك، تخرج من النوز، من الماوس، تخرج من الاوستيكيان تيوبس. طيب المايجريشن ده بيبقى غالبا بريسيبيتيتد او يعني انكريزد باكتيفيتيز، زي مثلا البيشنت ده يكون عنده فيفر من السيرجري، من الاناستيك دراجز اللي هياخدها ديورينج سيرجري. لو كان سبايسي فود بيعمل اريتيشن للادلت ويخليها تعمل مور مايجريشن، فنشوفها في اماكن تانية زي ما شفنا كده في الصوره اللي قدامنا دي، خارجه من النوز وخارجه من الماوس. هنشخصها ازاي؟ الاسكاريس لامبريكويدز الاكزامينيشن، مايكروسكوبيك اكزامينيشن اوف ذا ستول، ممكن نشوف الاجز في الستول. زي ايه الاجز اللي هنشوفها؟ اي واحده من الثلاثه تايبس، يا اما الفيرتلايزد ايج، انفيرتلايزد ايج، او ديكورتيكيتد فيرتلايز اور انفيرتلايزد ايج. ممكن الادلت نفسها نشوفها نازله في الستول او في فوميتس او خارجه من النوز او من الانس. يبقى الدايجنوستيك ستيج عندنا هما الاثنين، الادلت والاجز. هنعالجها ازاي؟ دراج اوف تشويس هو الالبندازول، وده سنجل اورال دوز 400 ملي جرام، والاطفال بياخدوا هاف دوز. ممكن نعمل سيرجيكال انترفيرنس لو في كومبليكيشنز بقى زي الانتستينال اوبستراكشن او الابندسايتس او اوبستراكتيف جوندس، في الحاله دي ممكن نعمل سيرجيكال انترفيرنس. البريفنشن طبعا الحالات هنعالجها، وهنعمل هيلث اديوكيشن علشان البيشنت ما يعملوش ديفيكيشن في السويل ويبقى هما سورس الانفكشن للسويل. هنعمل بروبر سيوج ديسبوزل اند سيف ووتر سبلاي تو ذا هاوس. نجاوب سبع سؤالين دول. Which of the following is the infective stage of Ascaris lambricoid؟ rhabditi form larva، filari form larva، embryonated egg. الإجابة الصح هي embryonated egg أو egg containing second stage larva. Which of the following parasitic infections can be complicated by jaundice؟ ascariasis، hydatid disease، hymenobiasis nana، A and B ولا A and C؟ برافو، الإجابة A and B، لأن الأسكاريس قلنا فيها دلوقتي obstructive jaundice، وفي الهايداتيد ديسيز كمان قلنا الobstructive jaundice. البرازايت التاني اللي هنتكلم عليه دلوقتي هي الانتروبيس فيرميكولاريس. انتروبيس فيرميكولاريس واحدة من النيماتودز اللي قلنا لهم shape characteristic هنقوله دلوقتي. الديستريبيوشن بتاعها geographical distribution هي cosmopolitan، ولها حاجات كاركترستيك كده في المورفولوجي، ان لها تو كوتيكولر اكسبانشنز ات ذا انتيرير اند، وشكل الاسوفيجس كاركترستيك اللي احنا قلنا عليه دبل بالبد اسوفيجس. الفيميل حوالي سنتي والميل نص سنتي، نصها بالظبط. الفيميل لها اتنين يوترس ولها فالفا اوبننج ات ذا جانكشن بين الانتيرير فورس اند ذا ريست اوف ذا بادي.
ادي شكل الصوره اللي فوق، ده شكل الميل باين فيه جدا اهوت الدبل بالبد اوسوفيجس، وادي البوستيريور اند بتاعته كيرفد. الصورتين اللي تحت دول للفيميل، اللي على الشمال باين فيها الانتيرير اند والدبل بالبد اوسوفيجس، اللي على اليمين باين فيها البوستيريور اند، والبوستيريور اند زي ما احنا شايفين بوينتد، زي ما احنا شايفين كده شبه الدبوس، علشان كده الانتروبيس فيرميكولاريس اسمها الثاني بين ورم، بين ورم او بالعربي الدوده الدبوسيه. الايج بتاعتها لها زي ما بيقول في كل الايجز 2S و2C، السايز بتاعها 50 في 20 مايكرون، الشيب بلينو كونفكس، لها ناحيه ستريت والناحيه الثانيه كيرفد، ولها 2 لايرز، الشيل بتاعها 2 لايرز، ولها اوتر لاير كمان ثين البيومينس ستيكي لاير، هنقول فايدتها دلوقتي، ولونها كالرلس وجواها فولي ديفلوبد لارفا، يبقى دي ماتيور ايج كونتيننج فولي ديفلوبد لارفا، وهي translucent in shape colorless. اللايف سايكل اوف انتروبيس فيرميكولاريس، التروبيس فيرميكولاريس ملهاش انترميديت هوست، هو بس الديفينيتيف هوست اللي هو المين. الهابيتات هي عايشه في السيكم والادجيسنت بورشنز اوف ذا سمول اند لارج انتستين. المود اوف انفكشن انتروبيس فيرميكولاريس، الحقيقه ان هي لها كذا مود اوف انفكشن ده بيخليها وايد سبريد بارازايت. اول حاجه اوتو انفكشن، وقلنا يعني ايه، معناه ان الانسان يعدي نفسه بنفسه، يعني الاجز اللي موجوده في البري انر ريجن او في الستول هيعمل لها كونتامينيشن للهاندز وبعدين يبلع الاجز اللي موجوده دي، او فود اور درينكس كونتامينيتد ويز اجز اوف انتروبيس فيرميكولاريس. انهاليشن اوف اير بورن اجز، الاجز دي خفيفه جدا فممكن الهواء يشيلها ونعمل لها انهاليشن وبعدين تتبلع ويتكمل السايكل في السمول في الانتستين. او ريترو انفكشن، يعني ايه ريترو انفكشن؟ يعني الفيميل بتاعه الانتروبيس فيرميكولاريس بتحط الاجز بتاعتها في البيري انر ريجن، فالاجز دي بتبقى فولي ديفلوبد جواها ماتيور لارفا، فبيحصل لها هاتشنج واللارفا بتخرج من الاج وترجع تدخل تاني من الاوبننج اوف ذا انس وتوصل للانتستين وتعمل المولس وتكمل السايكل بتاعتها. فريترو انفكشن معناها ان الاجز اللي موجوده في البيري انر ريجن يحصل لها هاتشنج واللارفا اللي جواها تدخل الانتستين وتكمل السايكل. الدياجنوستيك ستيجز، ممكن نلاقي الاجز في البري انال ريجن، ريرلي نلاقيهم في الستول، او ممكن نلاقي الادلت فيميل اوف انتروبيس فيرميكولاريس. والانفكتيف ستيج زي ما قلنا طبعا هي الاج. اللايف سايكل بتاع الانتروبيس فيرميكولاريس سو سمبل، بتبدا بالادلت ميل اند فيميل موجودين في السيكم والادجيسنت بورشن للسمول اند لارج انتستين، بس الفيميلز ما بتحطش الاجز بتاعتها في الانتستين، الفيميل بتخرج خالص بره الانتستين، تخرج من الاوبننج اوف ذا انس وتحط الاجز بتاعتها في البيري انال ريجون، وبعدين الاجز تفضل موجوده في البيري انال ريجون دي. تمام، الاجز دي بقى هنتعدى بيها ازاي؟ عن طريق انجشن زي ما قلنا، انجشن لفود كونتامينيتد او بالاوتو انفكشن، نبلع الاجز بتاعه الانتروبيس فيرميكولاريس هي كونتيننج الفور الفولي ديفلوبد لارفا، وبعدين جوه الانتستين السمول انتستين تعمل اول 2 مولز ليها، وبعدين كمل على اللارج انتستين وتعمل الاثنين مولز التانيين وتدينا ادلت انتروبيس فيرميكولاريس، وتبدا الفيميل تحط الاجز التانيين. يبقى لو الانفكشن هيكون بالاوتو انفكشن او بالكونتامينيشن اوف فود، احنا بلع فود كونتامينيتد باي ذا ايجز، احنا بلعنا الايج وهي الايج هتنزل على الانتستين يحصل لها هاتشنج وتعمل الاربعه مولز بتاعتها في السمول اند لارج انتستين وتدينا ادلت. طيب لو احنا عملنا انهاليشن للايج، هنستنشق الايج باي انهاليشن وبعدين تدخل على الدايجستيف سيستم وبرده توصل، يعني مش بتخش على الريسبيراتوري، برده انهاليشن وتتبلع، انهاليشن وتتبلع، توصل للسمول انتستين وتكمل السايكل بقى 2 مولت في السمول و2 مولت في اللارج وتبقى ادلت. طيب لو بالمود المود اوف انفكشن الرابع اللي هي ريترو انفكشن، ده البيشنت نفسه بقى الاجز الموجوده في البيري انر ريجن هيحصل لها هاتشنج في البيري انر ريجن، وبعدين اللارفا تدخل تاني جوه الانتستين تعمل الاربعه اللارج انتستين تعمل الاربعه مولز بتوعها وتتحول الى ادلت انتروبيس فيرميكولاريس. تمام، طيب ايه المانيفستيشن البيشنت هيجي يشتكي منها؟ الحقيقه ان اغلب البرزنتيشن بتاع البيشنت بيكون الايتشنج، ايتشنج في البري انال اند برينيال ريجن سبيشالي ات نايت بسبب المايجريشن اوف ذا فيميل جرافيت فيميل، وطبعا الحركه بتاعتها دي بتعمل انسومنيا، نيرفوس اريتابيليتي،
انيوريسز وخصوصا اللي هو التبول اللا ارادي وخصوصا في الاطفال. ممكن اثناء المايجريشن ده تدخل في الانتست في الابندكس وتعمل اوبستراكشن للابندكس وده بريزنتد باي ابندسايتس. في الفيميل بيشنتس الورم دي ممكن هي خرجت بره الانس ممكن وهي راجعه تاني مثل تتوه في الطريق وما ترجعش من الانس تدخل من اليوريثرا وتعمل ديسيوريا توصل لليورينري بلادر وتعمل سيستايتس او تدخل في الفالفا والفاجينا وتعمل فاجينال اريتيشن. يبقى اغلب المانيفستيشن بتاعتها ريليتد للمايجريشن اوف ذا جرافيد ورم اوف ذا جرافيد فيميل اللي بتعمل برينال اند برينيال ايتشنج انسومنيا نيرفوس اريتابيليتي انيوريسز. في الفيميلز ممكن تدخل على اليوريثرا وتعمل ديسيوريا على البلادر او تعمل اوبستراكشن للابندكس وتعمل ابندسايتس از ا كومبليكيشن. طيب هنشخصها ازاي؟ اول حاجه بالطفل صغير جايه مامته تشتكي من ان هو على طول عنده ايتشنج في البرينيال ريجون او في البرينال ريجون او فيميل تشايلد بتشتكي من فاجينال بروريتس. هنعمل لابوراتوري دايجنوزس غالبا لو خدنا سامبل ستول سامبل مش هنلاقي فيها اكس. ليه؟ لان الفيميل ما بتحطش الاكس جوه الانتستين عشان تنزل في الستول دي بتخرج بره خالص في البري انر ريجن وتحط الاكس فالستول اكزامينيشن مش هنشوف فيه الاكس الا نادرا لو هي معديه حصل رابشر لليوترس الفيميل خارجه حصل رابشر لليوترس وخرجت منها الاكس اذروايز احنا بس ممكن نشوف الادلت ورم وهم مايجريتنج. لو عندنا فيميل تشايلد بيشنت ممكن نشوف الاكس دي في اليورين اوف ذا تشايلد بيشنت. الطريقه الثانيه للدايجنوزس ان احنا بقى نجيب الاكس نشوفها من في البري انر ريجن وده بيتم عن طريق حاجه من اتنين يا اما سكوتش ادهيزيف تيب سواب. سواب زي مسحه بنعملها بحاجه زي السوليتيب او البلاستر. ابلكيشن اوف ذا سكوتش ادهيزيف تيب ده للبري انر ريجن وبعدين نحطها على جلاس سلايد ونفحصها ونلاقي فيها الاكس اوف انتروبيس فيرميكولاريس. بس الطريقه دي فيها عيب ان هي الاج دي طبعا انفكتيف زي ما احنا شايفين ده هي ماتيور فممكن تعمل انفكشن للاكزامينر. الطريقه الثانيه حاجه اسمها NIH سواب او ناشونال انستيتيوت اوف هيلث سواب ده عشان نعمل بروتكشن للاكزامينر ما بيعملش ابلكيشن للسكوتش ادهيزيف تيب دايركت بنعمل ابلكيشن للبروب اللي موجود في الصوره اللي فوق ده ابلكيشن للبري انر ريجن وبعدين نحط البروب ده جوه التيوب زي الصوره اللي تحت وترانسفيرد للمعمل وجوه في اللابوراتوري نفسه بقى بنشيل السلوفان بيبر اللي موجوده على التيب اوف ذا بروب ونعمل لها على جلاس سلايد ونعمل لها اكزامينيشن هنلاقي فيها اكس. الفيميل دي ما بتحطش الاكس كل مره فاحنا ممكن كل يوم فاحنا محتاجين نعمل ريبيتد اكزامينيشن اون كونسيكوتيف دايز لحد ما نلاقي الاكس. هنعالجها ازاي؟ الدراج اوف تشويس هو البندازول سنجل دوز بس احنا محتاجين ندي سكند دوز علشان برافو علشان لو كان في اوتو انفكشن او ريترو انفكشن وتكون لنا ادلت تانيين احنا محتاجين ندي الدوز دي بعد اسبوعين على ما يكونوا اتكونوا علشان نموتهم في حاله الاوتو انفكشن او الريترو انفكشن. في نوع من الاوينتمنت اسمه ميركريال اوينتمنت او الوايت بريسيبيتيت اوينتمنت ده بيبقى ابلايد للبري انر ريجن سبيشالي ات نايت. اول حاجه بيقلل الايتشنج بيموت الفيميلز اللي هيخرجوا عشان يحطوا الاجز في البري انر ريجن وبيعمل ستيكي فبيعمل بيمنع الديسبيرسال اوف اجز. هنعمل ازاي بريفنشن للانتروبيس فيرميكولاريس انفكشن؟ اول حاجه البيرسونال كلينينس از اسينشال. الاطفال الصغيرين بنلبسهم تايت شورت عشان نمنع السكراتشنج. الاج زي ما انا قلت خفيفه وممكن الهواء يشيلها تعمل كونتامينيشن لفود فاحنا محتاجين نعمل بروتكشن اوف ذا فود اند درينكس. الاج دي عليها ستيكي البيومينس لاير من بره فالستيكي البيومينس لاير دي بتخليها تلزق على الحاجات فلو حد دخل التويليت ومغسلش ايده ومسك اكره الباب او الحنفيه اللي هيجي بعده هيلاقي الاجز ستيكي عليها هو نفسه ايده هتبقى كونتامينيتد وممكن يعدي نفسه. ماس تريتمنت للاسره وللكوميونتي اللي موجود فيه لو لقينا فيه كيس انفكتد يعني لو في طفل صغير شخصناه ان هو انتروبيس فيرميكولاريس انفكشن احنا نتوقع ان كل افراد الاسره وكمان الفصل بتاعه كله هيكون مصاب لانها واحده من الموست كومن بارازيتك انفكشنز اللي موجوده في الكوميونتي يعني
لان زي ما قلت هي خفيفه ولها ستيكي لاير، والايج بتاعتها ماتيور، فبتعدي في خلال من 4 ل6 ساعات بعد ما تتحط، فعشان كده سهل الانتشار بتاعها، ومحتاجين نعمل لها بريفنشن، بروبر بريفنشن، عشان نعمل كنترول للديزيز. نجاوب مع بعض. يورين اكزامينيشن كان بي يوزفول فور ذا ديتكشن اوف ويتش اوف ذا فولوينج بارازايتس؟ اكيد الانتروبيوس فيرميكولاريس صح. Which of the following is the commonest parasitic infection? Ascaris ولا Entrobius trichoris ولا Trichostrongylus؟ هي بالفعل الـ Entrobius vermicularis. كده خلصنا المحاضرة، ودي الريسورسز اللي ممكن تقروا منها الموضوع دوت. الايميل بتاعي اذا كان في اي استفسارات، وممكن على الواتساب زي ما حددنا لكم يوم الاربعاء من 6 ل 9. Thank you.